بسم الله الرحمن الرحيم. شباب سنة تالتة عندكم سينس نيورولوجي. طبعا انا شفت الجايد بتاعكم، الاستادي جايد بتاعكم، يعني ما شاء الله، يعني منهج عندكم منهج محترم. طبعا ما فيش باثولوجي، يعني الناس هي كانت خايفة ما فيش باثولوجي. الباثولوجي عندكم محاضرتين توتوريال مش مهمين، اتشرحوا في نص ساعة، يعني برين اديما وشوية ايه سيربرو فاسكولار ديزيزز وشوية برين تيومرز، وبرين تيومرز اللي عندك اكيد مش كتير. تمام، عندك ايه تاني؟ عندك نيورولوجي بقى، عندك نيورولوجي في المديول ونيورو سيرجري. نيورو سيرجري عندك محاضره واحده بس، السباينال كورد انجري. انا ما اعرفش هيدوك فيها ايه، بس السباينال كورد انجري ده عباره عن اسبوع كامل في سبيشاليتي البطنه بتاع نيورولوجي. فهو هيبقى السباينال كورد انجري اللي انا اللي في بالي، يعني هيبقى تقيل قوي الصراحه. فحاولوا ايه تركزوا بقى في كل كلمه هتتقال في الهيستولوجي وفي الاناتومي، عشان ده هو المنقذ بالنسبه لك. بالنسبه للاناتومي بقى، هم بقى هيبداوا معاكم في الاناتومي، هيبداوا معاكم سباينال كورد. انا شايف انه بدايه غلط، يعني سباينال كورد بدايه غلط خالص. اي حد ماشي في الشارع في سباينال كورد، انا بحب ابتدي بالجذع المخ، برين ستيم. ايه جذع المخ ده؟ استنى اقول لك. جذع المخ ده اهو، مخك اهو نازل منه جذع كده بيوصل المخ بالسباينال كورد. جزء المخ ده اسمه برين ستيم. هو جزء المخ اللي بيوصل المخ بالايه بالسباينال كورد. البرين ستيم ده بيتكون من ايه؟ قالك بيتكون من ثلاث حتت مهمين. اللي بالاخضر دي الميد برين، اللي بالاخضر دي الميد برين، اللي تحتها دي اسمها بونز. بص، ميد برين، بونز، ميدالا، ميد برين، بونز، ميدالا، ميد برين، بونز، ميدالا. لازم تحفظهم الترتيب ده من فوق لتحت، ميد برينز، بونز، ميدالا. طب من تحت لفوق، ميدالا، بونز، ميد برين، ميدالا، ميدالا اوبلانجاتا، مش هتفرق، اسمها ميدالا وخلاص. يا دكتور حاجه مهمه؟ طبعا يا ابني مهمه. شايف كل الاصفر اللي طالع منها ده؟ كل الاصفر ده يا ابني كرينيال نيرفز. كرينيال نيرفز الاعصاب المخيه اللي هم كام؟ طبعا هيقولكوا في الكليه ان هم 12 عصب يمين و12 عصب شمال. لازم تحفظ اساميهم. يا ابني لازم تحفظ اساميهم. تبقى حافظ ان كرينيال رقم 1، كرينيال نيرف رقم 1 اسمه الاولفاكتوري نيرف، كرينيال نيرف رقم 2 اسمه الاوبتيك نيرف، كرينيال نيرف رقم 3 اسمه الابديوسنت نيرف، كرينيال نيرف رقم 4، كرينيال نيرف رقم 5، كرينيال نيرف رقم 6. كل رقم قصاده الايه النيرف بتاعه اسمه ايه. سهله وبسيطه، ما تقلقش. مش هم 12 واحنا عندنا 3 صح؟ ميد برين، بونز، ميدالا. 12 على 3 فيها كام؟ 4. 4 طالعين من المظله، 4 من البونز، 4 من الميد برين. شفت يا ابني؟ سهله وبسيطه. تقول له يا دكتور ده انا هحفظ 4 معايا، اقول لك لا. من 1 ل 4 في الميد برين، 5 6 7 8 في البونز، اخر 4 في المظله. شوف سبحان الله بالترتيب يا ابني، اخر 4 طالعين من تحت. تعال بقى نبتدي الانسمي بتاعنا اللي بجد. بحب ابتدي انا بالميدالا اوبلانجاتا، لان انت لو خدت بالك الميدالا اوبلانجاتا هي اكتر حاجه فيها شغل، اللي هي الجزء اللي تحت ده. بص، اللي قدامك ده الفنترال اسبكت، ده من ورا وده من جنب. تاني ده الانتيرور اسبكت، خد بالك فوق اهو، ده الانتيرور اسبكت، يعني باصص من قدام. ده باصص من ورا، بوستيرور اسبكت. دوت باصص من اللاترال اسبكت، باصص من الجنب، بصور من الجنب. تعالى بقى نبتدي من قدام. بس قبل ما نبتدي في شويه حاجات كده حابين نقولها. يا ترى هل ترى طول الميدالا اوبلانجاتا دي كام؟ قال لك هما كلهم 3 سم. بص وانت مغمض جنب 3 سم، اللي فوق 2.5 سم، اللي فوق 2 سم، 3 وخلاص. غلطت في سنتي مش هتفرق، 3 سم. يبقى الميدالا اوبلانجاتا اللي احنا بنتكلم عنها 3 سم. يا ترى هل ترى ايه الاكستنشنز بتاعتها؟ يعني من فوق متصله بايه ومن تحت متصله بايه؟ تقول لي من فوق متصله بالبونز، شوف سبحان الله، ومن تحت متصله بالسباينال كورد، بالايه؟ بعمودك الفقري، بالنخاع الشوكي. تمام، يبقى تاني الميدالا اوبلانجاتا طولها 3 سم، متصله من اعلى بالايه بالبونز، ومتصله من تحت بالسباينال كورد. طب ايه؟ هل الميدالا اوبلانجاتا متقسمه اجزاء؟ بص قدامك وقول لي متقسمه اجزاء يا دكتور. ده في من ورا في حته مفتوحه اهي اوبن، وفي حته كلوزد. فعلا الميدالا اوبلانجاتا من ورا، من ورا متقسمه حتتين، اوبن ميدالا اوبلانجاتا الحته المفتوحه دي، وكلوزد ميدالا اوبلانجاتا. اوبن ميدالا اوبلانجاتا الحته السبعه المفتوحه دي، وكلوزد ميدالا
اوبلونجات تمام. ده البارتس. بص هي لازم تقسمها كده يا ابني. الاول تبتدي بالطول، بعد كده الاكستنشنز من فوق متصله بايه ومن تحت متصله بايه، بعد كده البارتس. في اوبن ميدلا اللي هي الحته اللي فوق دي ابر هاف، في كلوز ميدلا اللور هاف. بعد كده بقى تعال نخش بقى في الاناتومي، في التشريح الاكسترنال فيتشرز. الاكسترنال فيتشرز تعال نبتدي واحده واحده. تعال نبتدي من قدام، بحب ابتدي من النص كده. بص ايه اللي في النص ده، تحس انه ايه في حاجه في النص كده بنسميها انتيريور. خلاص هي في النص قدام انتيريور، طالما هي في النص يبقى ميديان، وهو فيشر كانه حد واخدها بالسكينه فيشر نازله لتحت كده، يبقى انتيريور ميديان فيشر اللي من تحت. او تبتدي كده بالله عليك انتيريور ميديان فيشر، انتيريور ميديان فيشر، انتيريور ميديان فيشر. وعلى فكره ده بيكمل مع السباينال كورد. السباينال كورد برده عنده انتيريور ميديان فيشر، فده مكمل مع المدلة اوبلونجاتا مكمله تحت بالسباينال كورد، فمكمل مع الانتيريور ميديان فيشر مكمل معاه. انت شايف جنب الانتيريور ميديان فيشر ايه؟ ارتفاع جبل، بعد كده فيشر تاني، بعد كده جبل تاني، صح كده؟ اهو الجبلين دول بقى اسمهم ايه؟ قال لك الاولاني ده اسمه بيراميد، الاولاني اسمه بيراميد، بيجن ويز بيراميد، بيجن بيراميد، بيجن بيراميد، بتبتدي بالبيراميد وبعد كده الاوليفي الزيتونه، بيراميد وبعد كده الزيتونه، بيراميد اند اوليف. طب البيراميد ده يا ترى يا هل ترى بذكائك والبديهه والاي كيو بتاعك هيكون فيه ايه؟ ها؟ البيراميد التراكت يا ابني اسمه بيراميد، اكيد ماشي فيه البيراميد التراكت. وهنا اسالك السؤال الاكثر غباء، البيراميد التراكت ده بيتحرك من فين لفين؟ هتقول لي يا دكتور البيراميد التراكت ده انت قلت لنا نازل من المخ للسباينال كورد، نازل من المخ، والمخ يعني ايه؟ المخ يعني كورتكس، والسباينال كورد يعني ايه؟ يعني سباينو. فعشان كده البيراميد بنسميه كورتيكو سباينال تراكت، تراكت يعني شويه الياف عصبيه نازله، وعلى حسب الاسم بعرف الاتجاه اسمه ايه؟ اسمه كورتيكو سباينال، يبقى اتجاهه من ايه؟ من الكورتكس من المخ للسباينال نيرف. فتاني يبقى اللي في النص ده انتيريور ميديان فيشر، جنبيه بيراميد، البيراميد ده فيه ايه؟ فيه كورتيكو سباينال تراكت او البيراميدال تراكت، والبيراميدال تراكت بالذكاء والبديهه والاي كيو العالي بتاعك نازل من الكورتكس للسباينال كورد، انا قلت لك نازل من المخ للعمودك الفقري، فاسمه كورتيكو سباينال تراكت، مش محتاجه حاجه يعني. يبقى ده البيراميد. قال لك بعديه ايه؟ بعديه الزيتونه اوليف، يعني زيتونه. اه زيتونه، ليه زيتونه؟ قال لك عشان تحت المكان ده، تحت الارتفاع ده في ايه؟ في الانفيريور اوليفري نيوكليس. الانفيريور اوليفري نيوكليس، واحد فيكم دلوقتي يقول لي دكتور ايه ده؟ ايه الانفيريور اوليفري نيوكليس ده؟ اقول لك والله ما اعرفش يا ابني، لما نروح ناخد هيستولوجي اقول لك ايه الانفيريور اوليفري نيوكليس دي، بس هي نيوكليس. طالما هي نيوكليس يبقى ليها علاقه بايه؟ بعصب، ليها علاقه بعصب، يعني شغل دماغك كده. بس بتاعت عصب ايه مالكش دعوه خالص، اعرف ان هي زيتونه خالص. بيراميد بيجن ويز بيراميد زين الزيتونه، بيجن ويز بيراميد زين الزيتونه، بيجن ويز بيراميد، ابتدي بالبيراميد زين الزيتونه، زين الاوليف، والاوليف تحتيها ايه؟ الاوليفر الاوليفري نيوكليس، مالكش دعوه النيوكليس دي بتاعت ايه؟ طب يا ترى يا ترى مش في فيشر ما بينهم؟ قال لك لا ما اسموش فيشر بقى، سمولي سالكس يا ابني، سالكس اللي هو الجروف، سالكس بنسميه سالكس، اللي في النص بس بنسميه فيشر، لكن الباقي بنسميهم سالكس. اقول لك خلاص يا دكتور هسميه سالكس، حد يقدر يسمي السالكس ده؟ اولا السالكس ده من قدام انتيريور، يبقى هنسميه حاول انتيريور سالكس. لا يا ابني انتيريور سالكس ايه؟ ده اسمه انتيريور لاترال سالكس، لانه من قدام بس واخد جنب شويه. فالسالكس ده اغير لكم اللون برضك عشان نبقى ايه؟ نبقى على نور. السالكس ده اسمه انتيريور لاترال سالكس، انتيريور لاترال سالكس، انتيريور لاترال سالكس. طلع منه نيرف صح؟ حد واخد باله ان الاصفر ده نيرف؟ النيرف ده رقم 12، مش احنا قلنا المدلة اوبلونجاتا طلع منها التاسع والعاشر وال11 وال12، النيرفات التاسع والعاشر وال11 وال12؟ خلاص هنبتدي بال12، ال12 اللي هو اسمه ايه؟ هايبوجلوسال نيرف، نيرف رقم 12 اسمه ايه؟ هايبوجلوسال نيرف، ده اللي بيتحكم في لسان سعادتك، بيتحكم في اللسان بتاع سعادتك. يبقى تاني المدلة اوبلونجاتا يا ابني بكل سلاسه وبساطه ما تعقدش نفسك خالص، الطول 3 سم، الاكستنشن من فوق مع البونز من تحت مع السباينال كورد، ايه البارتس؟ قال لك في اوبن ميدلا فوق وفي كلوزد ميدلا تحت. ايه الاكسترنال فيتشرز؟ اكسترنال فيتشرز تعالى نبتدي من قدام الفنترال اسبكت، اول حاجه تبتدي ايه؟ الانتيريور ميديان فيشر، وبيجن ويز بيراميد زين الزيتونه، بيراميد زين الزيتونه، البيراميد ده اسمه بيراميد، تحتيه ايه؟ تحتيه البيراميدال تراكت اللي اسمه ايه في الطب؟ كورتيكو سباينال تراكت، انه طالع من الكورتكس راح للسباينال.
فسمناه كورتيكو سباينا. شوف سبحان الله سبحان الله يا ابني، يعني الاسم يعني اغلط فيه بقى، اغلط فيه. بعد البيراميد زين الزيتونه سميه اوليف، عشان فيه ايه؟ فيه الاوليفر نيوكليس، فيه الانفير اوليفر نيوكليس عشان هي تحت، عشان فيه الفوليوم نيوكليس فوق، سميناه الانفير اوليفر نيوكليس. طب بتوين البيراميد اند زيتون فيه سلكاي، فيه سلكس، فيه جروف كده سلكس وطلع منه نيرف. السلكس ده سميناه ايه؟ سميناه انتير، بس لاترال شويه، واحد جنب انتير لاترال سلكس، طلع منه نيرف ايه؟ نيرف اسمه هايبوجلوسال نيرف، اللي هو نيرف رقم ال 12. تاني خلاص كده وصلت؟ 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 الحمد لله يا رب. يبقى تاني احنا عندنا في البرين ستيم عندنا ايه؟ ميد برين بونس ميدالا، ميد برين بونس ميدالا، ميد برين بونس ميدالا. بحث دلوقتي يقول لي يا دكتور، دكتور في شويه نيرفات، في نيرف ثالث، بص بص في ثلاث نيرفات اهو، وتحس ان في ورا كده في كبيبه ثانيه. اقول لك جدع، بس تعالى لي بقى من اللاترال فيو. حد يقدر يقول لي ايه ده؟ ده البيراميد جدع اللي فيش فيه كونتيكو زمان، وده ايه؟ ده الاوليف الزيتون، والنيرف ده اللي طالع ايه؟ هايبوجلوسال نيرف، اللي هو النيرف رقم 12 اللي بيتحكم في لسانك. في حاجه ثالثه كده، دي بنسميها انفيريور سيريبيلر بيدانكل. بيدانكل يعني شويه الياف عصبيه بس طالعه، والسيريبيلر يعني مخيخ. ما انا ما قلتلكش ان المخيخ بينام هنا كده، بص ده كده المخيخ. فالميد برين بتاع سعادتك لازم يبعت اعصاب للمخيخ، البرين ستيم كل الميد برين بيبعت للمخيخ، بيبعت له السوبيريور سيريبيلر بيدانكل، والبونز عشان في النص بيبعت ميدل سيريبيلر بيدانكل، والميدلا اوبلانجات عشان هي تحت تبعت inferior cerebellar peduncle. cerebellar يعني مخيخ. فمع اي جزء يا ابني في البرين ستيم لازم اوعى تنسى cerebellar peduncle، اوعى تنسى السبورت بتاع المخيخ. ما المخيخ نايم عليهم يا ابني، المخيخ نايم هنا كده، بص اهي كده المخيخ. لا نوريه لك في صوره، يا سلام اهو، بص بص المخيخ انت رحت فين اهو، بص المخيخ نايم وراهم ازاي، شايف المخيخ نايم وراهم ازاي؟ بيتكلم المخ، بيتكلم. فالميدلة بتبعت له ايه؟ بتبعت له inferior cerebellar، cerebellar يعني مخيخ بدنك، والبونز middle cerebellar بدنك، والميد برين superior cerebellar بدنك، بدنك يعني شوية ألياف عصبية. ونرجع تاني للرسمة العظيمة بتاعتنا كده، احنا خلصنا الميدلة. لا يا ابني، لا يا ابني خالص يا ابني، تروحت فين؟ تعالالي تعالالي، ده احنا قلنا من قدام، قلنا ميديان فيشر، بعد كده بيراميد، وبعد كده اوليف، وبعد كده اللي ورا ده انفيرور سيبيلر بدانكل، وقلنا البيراميد بتوين البيراميد اند اوليف الزيتونه رقم 12. يا ترى يا هل ترى يبقوا الثلاث نيرفات دول ايه؟ وانت مغمض يا ابني، الباقيين التاسع والعاشر وال11. طب يا دكتور ايه اساميهم؟ ايه اساميهم بقى؟ هي دي المشكله. التاسع ده يا شباب هو الجلوسوفارينجيال، العاشر هو الحائر، العاشر هو الحائر اللي هو البيجس، 11 هو الاكسسوار نيرف، الاكسسوري نيرف اسمه كرينيال روت اوف اكسسوري نيرف. هتاخده في الهنا النك، مش وقته خالص يعني، مش قصتك. اعرف بس ان في ثلاث نيرفات طالعه من هنا خلاص، اعرف ان في ثلاث نيرفات طالعين من هنا خلاص ماشي. يبقى الاربع نيرفات بتوع المضله همت قدامك، اول واحد رقم 12 بتوين البيراميد اند اوليف، والثلاثه التانيين محشورين بتوين ايه؟ بتوين الاوليف اند انفيرور سيريبيلر بيدانكل، في سالكس كده ما بينهم. يا ترى هل ترى السالكس ده هسميه ايه؟ نفس الاسم يا ابني، بس بوستيريور لاترال سالكس، بوستيريور لاترال سالكس. السالكاي ده اللي طالع منه الثلاث نيرفات ده بسميه بوستيريور لاترال سالكس، بوستيريور لاترال سالكس. يبقى في المضله اوبلونجات، تاني تاني ما تزهقش، انتيريور ميديان فيشر زين بيراميد، وبعد كده اوليف، وبعد كده انفيرور بيدانكل، انفيرور سيريبيلر بيدانكل. البيراميد فيه ايه؟ في بيراميدال تراكت اللي هو كورتيكو سباينال تراكت، وما بينهم ايه؟ ما بينهم هايبوجلوسال نيرف، والاوليف فيه ايه؟ في الانفير اوليفلر نيوكليس، والانفير سيريبيلا بدانكل ده شويه شايل شويه الياف عصبيه رايح للمخيخ اللي هو السيريبيلا. وما بينهم ايه؟ ما بينهم الروت اوف اكسسوري نيرف اللي هو رقم 11، والعاشر اللي هو الفيجاس، والتاسع اللي هو جلوسوفارينجيال نيرف، جلوسوفارينجيال نيرف. تعالى بقى ناخد المضله من ورا، هات لي المضله من ورا. انا قلت لك السيربيلم بيركب فين؟ السيربيلم بيركب هنا كده. فقال لك مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، الابر بارت اوف ذا ميدلا عامل الفلور الارضيه بتاعت السيربيلم، فلور اوف ذا سيربيلم. بس جم شويه علماء قال لك لا لا، ايه الفلور بتاع السيربيلم؟ احنا هنقيس ما اسموش فلور بتاع السيربيلم،
هنسميه الفلور بتاع الفورس فنتركل. الفورس فنتركل، فورس فنتركل، الفنتركل الرابع او التجويف الرابع. ليه سموه التجويف الرابع؟ لان في ثلاثه قبليه. شوف سبحان الله، في اتنين في المخ، واحد فوق هنا كده عند الميد برين، والرابع في ورا المدله. بس تاني بأكد تاني، السيريبيلم بينام هنا كده. هو بس المشكله ان ما بينهم، اوريك في الصوره اهي اهو، شايف شايف الفراغ ده؟ الفراغ ده سميناه فنتريك. الفراغ ده كله كده سميناه فنتريك. الفراغ ده سميناه فنتريك. في فنتريك تاني فوق هنا كده، وفي فنتريك اهو. فده ده السيرد فنتريك، وفي فنتريكين هنا، تمام. ده السيرد فنتريك، وفي فنتريكين هنا، فاثنين هنا والثالث هنا والرابع اهو قدام السيريبيلم. فقال لك لا، مش هسميها الفلور اوف ذا سيريبيل، مش هسميها الارضيه بتاعت السيريبيل، هسميها الارضيه بتاعت الفورس فنتريكل. لما اخد الفورس فنتريكل يا ابني اسالني يعني ايه فورس فنتريكل، مش دلوقتي خالص. انت ما حدش هاخد، ما حدش هيخلص الطب كله دلوقتي، فاتقل على رزقك. تمام، تحبوا نبتدي بال بالاوبن ولا بالكلوزد؟ براحتك، شوف انت بالاوبن ولا بالكلوزد. انا بحب ابتدي بالاوبن. ليه بحب ابتدي بالاوبن؟ لان يا ابني بص، الاوبن تحسها كبيره كده وداخل على البونز. على فكره دي بونز، والجزء ده المدله. حد يقدر يفرق ما بينهم؟ ابني هو ربنا ما سابكش كده برضه. ربنا بص بص خلق لك في شويه خطوط ماشيه بالعرض كده، سميناها ميدالري استراي. ميدالري استراي، تاني تاني اسمها ايه؟ ميدالري استراي. استراي يعني خطوط، وميدالري بتفصل عند المدله، بتفصل المدله، بتفصل المدله او بلنجات. يبقى الميدالري استراي هي دي حدودك. الميدالري استراي هي دي حدودك، هي دي limits of the medulla oblongata. الميدالري استراي هي دي limits of the medulla oblongata. تعال بقى نتكلم في الجزء ده، الميدالري استراي. يا ترى هل ترى مش انت شايف برضك جروف كده ورا؟ هنسميه posterior median fissure. posterior median fissure. posterior median fissure. posterior median fissure. ماشي يا دكتور، posterior median fissure، انا متفق معاك. قال لك الحته دي تحسها ديب، يعني غويطه، عامله فصه. بس هنا بقى ما سماهاش فصه، سماها فوفيا. انفيريور فوفيا، تحس ان داخل لجوه. ما انا قلت لك ده فلور وحته اوبن داخله لجوه كده، سميها انفيريور فوفيا. انفيريور فوفيا، وده عباره عن في شيب ديبريشن. في شيب ديبريشن، في شيب ديبريشن، في شيب ديبريشن. شكله حرف شبه حرف الفي وديبريشن، فسميناه فوفيا. سميناه فوفيا لان ديبريشن. ما سموش فصه، بنسميه فوفيا. بنسميه فوفيا، بنسميه فوفيا، ما سموش فصه زي العظم وكده، بنسميه فوفيا. تاني باكد على الموضوع. قال لك الفي شيبد ديبريشن ده، يا ترى هل ترى فيه ايه؟ قال لك في ثلاثه ترايجون. اكتب كده تراي جون، وعشان هم تراي يعني ثلاثه. قال لك ايه هم الثلاثه؟ قال لك يا ابني سمع لي النيرفات، نيرف ال 12 والنيرف العاشر والنيرف الثامن. بص 12 10 8، ايه ده يا دكتور؟ ده يا دكتور مش احنا متفقين ان المدله فيها 9 10 11 12؟ اقول لك اه النيرفات، لكن الترايجون مختلف شويه. النيرفات هي طالع منها النيرفات التاسع والعاشر 11 12. انا بقى كده الموضوع ده هيوضح اكتر في الاستوديو. النيرف رقم 9 و10 11 12 بيطلعوا من المدله اوبلنجات. لكن هل دوت لازم يبقى شرط ان النيوكلياس بتاعتهم تبقى في المدله اوبلنجات؟ عادي، النيوكلياس مثلا في مصر الجديده والنيرف طالع من القاهره الجديده، عادي عادي، ما في مواسير ماشيه تحت الارض. وكذلك ده بيحصل في جسم الانسان، النيوكلياس تبقى في الميد برين والماسوره ماشيه تحت الارض وطلعت لك من المدله اوبلنجات، طالع من المدله اوبلنجات. لكن هل انا شرطت عليك ان النيوكلياس بتاعت راس النيرف تبقى في المدله اوبلنجات؟ لا. وهو ده بقى اللي هيوقعك في الام سي كيوز في الحته دي. فاحفظ يا ابني معايا، هما الترايجون ثلاثة. خد الزوجيات الثلاثة من تحت، 12 10 8. ال 12 ال 12 ده ايه؟ ده الهايبوجلوس، فبنسميها هايبوجلوسال ترايجون. هايبوجلوسال ترايجون، وديت اللي بتوفرلاي ال يا الله، بتوفرلاي الهايبوجلوسال نيوكليس اللي الحتة اللي فوق دي خالص، لو حد عايز يعرف يعني. اسمها هايبوجلوسال ترايجون. اللي تحتيها هي الفيجل ترايجون او الفيجل ترانجل، فيجل ترايجون اللي بتوفرلاي النيوكليس بتاعت الفيجس. مالكش دعوه باسم النيوكليس، بس طبعا بالذكاء والبديهه يعني لو حد واخد هيستولوجي، النيوكليس بتاعتها اسمها دورسال نيوكليس، لانها ورا ورا في الدورسال اسبكت.
فسميناها dorsal nucleus of the vagus. dorsal nucleus of the vagus، الفيجاس ليه نيوكليسات كتير، ده الفيجاس ده واخد جسمك من فوق لتحت فليه نيوكليسات كتير قوي، فاسمه dorsal nucleus لانها ورا. واخر حاجه الثامن هو الفيستيبولر بتاع السمع والاتزان، الثامن هو الفيستيبولر. برضه بيبقى ليه فيستيبولر ترايجون، بس الفيستيبولر ترايجون بيبقى للاسف فيه 2 نيوكليي، اخر واحد بيبقى فيه 2 نيوكليي، الانفيرير اند ميديال فيستيبولر نيوكليي، inferior and medial vestibular nuclei، دي اخر حته دي. يبقى تاني بالترتيب، بالترتيب 12 10 8، ال 12 الهايبوجلوسال ترايجون، في هايبوجلوسال نيوكليار بس كده خلاص قفلنا. العاشر قال لك العاشر ده الفيجاس، هيرخم عليك شويه، هنسميها دورسال نيوكليي في الدورسال اسبكت، تمام. قال لك الثامن ده بقى يرخم عليك اكتر، دول اتنين، واحده inferior واحده medial vestibular nuclei، واحدة inferior واحدة medial vestibular nuclei. هنا يا دكتور كده خلصنا عشان صدعت يا دكتور. لا يا ابني ما خلصناش، خلصنا يا ابني لسه بدري. شايف الحتة اللي تحت خالص دي، الحتة دي ركز بقى معايا، بنسميها area postrema. postrema حتة posterior وema، ليه سميناها حتة postrema؟ قالك الحتة دي في الطب هي vomiting center، vomiting center. لما حضرتك عايز ترجع الحته دي تشتغل وتقول لك انا عايز ارجع، فريقك يزيد وتحسس بان انت هتقيء وترجع. المصيبه بقى الاكبر لما يجي مثلا تيومر طالع في المخيخ او طالع في المدله وراح فعص الحته دي، التيومر فعصها، لما التيومر يفعص الحته دي بيعمل فيها ايه؟ بيعمل فيها ميكانيكال ستيميليشن، ميكانيكال ستيميليشن حاجه وفعصها كانه زرار وتداس عليه. فلما بتدوس على الاريا بوستريما بتعمل حاجه اسمها protruding vomiting. يعني ايه؟ يعني سعادتك ما بيجلكش انذار بالقيء، لا انت بترجع على طول، مفيش انذار بالقيء. وعلى فكره تبقى انت ماشي في الشارع كده هوب بتقذف مره واحده، انت اصلا ما بتعرفش انت تبقى عايز ترجع، ولا عندك احساس بالانوركسيا ولا نوزيا ولا اي حاجه، هوب بترجع على طول، just severe vomiting ومره واحده من غير ما تحس خالص ان انت عايز ترجع. عرفتوا ايه الفرق بين البروترودنج فوميتنج والفوميتنج العادي؟ الفوميتنج العادي العيان بيقول لك انا ببقى عايز ارجع وبرجع، لكن التاني العيان بيقول لك انا فجاه ماشي او قاعد في ميتنج او مثلا بعمل حاجه وفجاه بلاقي اني نفسي برجع، اللي هو انا ما كنتش حاسس اني عايز ارجع، ولا ريقي زاد ولا دوخان ولا اي حاجه، هو برجع مره واحده. ده اسمه بروترودنج فوميتنج، بروترودنج فوميتنج دوت بسبب الاريا بوستريما اللي موجوده في اخر حته في الاوبن ميدل، اخر حته في الاوبن ميدل اللي تحت خالص اللي هو عند نهايه الفي، اللي هتبقى inferior posterior limit of the fourth ventricle. ما انت خلاص عرفت بقى ان ده الفورث فينتريكل، ده الفلور بتاع الفورث فينتريكل، بس لما ياخد الفورث فينتريكل الموضوع هيتحسن برضه. انت مش تاخد كل حاجه دلوقتي، احنا بنبني ايه واحده واحده. احنا دلوقتي خلصنا البوستيرور اسبيكت اوف ذا اوبن ميدل، دي كانت الاوبن ميدل. تعالى بقى نخش على كلوز ميدل. قال لك الكلوزد مضله فيها ايه؟ قال لك بوستيريور ميديان سالكس، اهو اللي مكمل مع البوستيريور ميديان سالكس اوف ذا سباينال كورد، عادي جدا. قال لك بعديها ايه بقى؟ قال لك بعديها جراسيل بعد كده كيونيت، اهو في ارتفاعين برضه، بس الارتفاعين دول اسمهم جراسيل كيونيت، جراسيل وكيونيت، جراسيل وكيونيت. جراسيل جديد اللي هو اول حاجه جديد جراسيل، وبعد كده بروح للكيونيت، كان كيونيت اللي هو اللي بعديه بقى. يبقى تاني الجراسيل اهو ده الجراسيل، وبعد كده الكيونيت. قال لك الجراسيل ده تحتيه، قال لك تحتيه جراسيل نيوكليس، شوف سبحان الله الجراسيل تراكت تحتيه الجراسيل نيوكليس. طب يا دكتور بس انا شايف يعني شايفه تراكت وفي بروز هنا، اقول لك اه عادي، ما احنا في مدرسه في الطب بتقول لك جراسيل تراكت اند جراسيل نيوكليس، جراسيل تيوبريكل سوري، جراسيل تراكت اند جراسيل تيوبريكل، كل ده كده اهو انا مش هقول ده جراسيل تراكت، تمام كده. والبروز اللي في النص ده بنسميه جراسيل تيوبريكل، والناحيه الثانيه كذلك الكيونيت، كيونيت تراكت اللي هو طول ما انت ماشي على خط الطريق ده، لكن الحته دي بنسميها كيونيت تيوبريكل، في بروز بس في بروز. قال لك الجراسيل تراكت ده شايل تحتيه جراسيل تراكت، والجراسيل تيوبريكل شايل تحتيه جراسيل نيوكليس. مالكش دعوه النيوكليس دي بتاعت ايه، لسه في الهيستولوجي والله تاخد. انت لو قلت لك كل حاجه دلوقتي دماغك هتلف وتدور، فواحده واحده.
طب الكيونيت تراكت شايل الكيونيت تراكت، والكيونيت تيوبريكل شايل الكيونيت نيوكليس. انا بس عايزك تعرف حاجه واحده، ان ده اسمه جراسيل وده اسمه كيونيت، ده اسمه جراسيل وده اسمه كيونيت. حد عارف ايه اللي ورا ده؟ جدع، اللي هو نفس اللي ورا ده، اللي هو ده اللي بنسميه ايه؟ inferior cerebellar peduncle. inferior cerebellar peduncle. وباي ذا واي ايه هو الانفيريور سيريبيلر بيدانكل؟ هو شويه الياف عصبيه طالعه من المدلة اوبلنجاتا رايحه للسيريبيلم، رايحه للسيريبيلم، رايحه للمخيخ. كده وصلت؟ يبقى المدلة اوبلنجاتا راجع عليها بسرعه كده وحاول ترسمها في البيت، ارسموه في البيت. لازم النيورو اناتومي لازم يترسم يا شباب. اللي في النص ده الانتيريور ميديان فيشر، بعديه بيراميدال او البيراميد اللي شايل بيراميدال تراكت، في كورتيكوس باينال تراكت، وزين الزيتونه الاوليف، والاوليف فيها ايه؟ فيها الاوليفلاي نيوكليس، الاوليفلاي نيوكليس، وما بينهم ايه؟ ما بينهم الهايبوجلوسال نيرف. وبعد كده عندك انفيريور سيربيلر بيدانكل. بتوين الاوليف اند انفيريور سيربيلر بيدانكل في ثلاث نيرفات اللي هم ايه؟ 9 10 11. التاسع هو الايه؟ جلوس فرينجل. العاشر هو الفيكس، العاشر هو الحائر هو الفيكس، وال11 الاكسسوري نيرف او الكرانيال روت اوف اكسسوري نيرف. هكش على الاكسسوري نيرف ده بيعمل ايه؟ لسه هتاخده في الرسم، اتقل على رزقك. طب من ورا، قلنا من ورا، من ورا ده يا دكتور حاجات كتير. في الاوبن مدلة، في الكلوزد مدلة. في الاوبن مدلة حدودي هي المدلة ريستراي، بعد كده تحت في في شيب. الفي شيب ده ثلاثه حاجات، تراي 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 جون. في شيب يعني تراي جون، ثلاثه هما النيرف ال12 العاشر التام. قال لك ال12 هو اول واحد فوق، وده سهل وبسيط. في الهايبوجلوسال نيوكليا. طب العاشر لا هيرخم عليك شويه، دورسال نيوكلياي اوف ذا فيجاس. طب التامن لا هيرخم عليك قوي، ميديال اند انفيرير نيوكلياي اوف ذا فيستيبولار نيرف. وبعد كده الكلوزد مدله، الكلوزد مدله قلنا فيها ايه؟ فيها البوستيريور ميديان سالكس، وبعد كده جراسيل، وبعد كده كيونيت تراكت اند تيوبريك. جراسيل كيونيت تراكت اند تيوبريك، جراسيل كيونيت اند تراكت اند تيوبريك. وقلنا الحته دي اسمها ايه؟ اسمها اريا بوستريما المسؤوله عن الفوميتنج سنتر. اريا بوستريما اللي هي فوميتنج سنتر، اريا بوستريما اللي هي الفوميتنج سنتر. وكده يبقى احنا خلصنا المدله اوبلنجات، بس مش هنتقل اكتر من كده عشان برضه كنت لسه في اجازه كده. بس حاولوا يعني تبداوا بدري عشان الموديول شكله طويل شويه، انا مش بخوفكم بس ايه ناخد حذرنا شويه، لان لو عملوا معاكم زي البنين هتبداوا توكسوا كمان معاه، الموضوع يبقى صعب شويه. يلا مع السلامه.